محاولة مقطوعة من هيثم خير الله، تعود عند عمر، يحاول يسرع الهجمة عمر صندوقة، عمر صندوقة والمساحة الكبيرة جدا، عمر الهدف، جول يحلق الأسمراني ويحيي الجدعاني بالهدف الأول، يحيي جمهور الجدعان. لكن هاي اللعبة اللي لعبت صح 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 حتى الآن في 60 دقيقة، الهدف الأول لمركز شباب بلاطة، هاي هي اللقطة الصح، مرتدة سريعة فيها سرعة، فيها تعامل سريع، فيها تمريرة أخيرة ممتازة، وفيها الفينش مثالي نموذجي بالدقة اللازمة من خالد سالم. هل كان في تسلل على خالد سالم؟ فيها شك، لكن عمر صندوق عمل ما عليه هنا، قدم بشكل ممتاز مساحة كبيرة، سلم لخالد وخالد ركنها بحرفنا على طريقته، يجيد هذه الألعاب، يجيد ركن الكرة بهذه الطريقة، يستلم من عمر ومن ثم يركنها في الزاوية اليسرى.